السلام عليكم ورحمة الله خوتي وحبابي. هذه الرسالة كان موجهة للأستاذ الغالي والمحبوب على كل سكنة القصر الكبير. عرفتوا شكون هو؟ أستاذ الحجيري. وأستاذ الحجيري كان نهدي لك واحد التحية بالخصوص فيها سيدي وحبيبي الأستاذ يونس الوزاني الصديق ديالك. هو على الهواء. أنت أنت أستاذ الحجيري. أستاذ الحجيري تبارك الله عليك. دير بخير ديالو اسد صحه مزيان. راه التلميذ ديالو هادي خاصه القصر الحجري. وانا بالعوده الى مدينه القصر الكبير التقيت بهذا الشخص هذا اللي هو بطبيعه الحال والله ولا عاطي الصد ديالو في الصفحات ديال الفيسبوك مع انه بكل تواضعه جزاكم بخير التقى بي في نسيت اليمني حيث سنتجه بحوله وقوته الى مدينة القصر الكبير يا ربي يا ربي. وحنا ان شاء الله بسلام وبأمن وأمان والحمد لله نتمنى له مسيرة موفقة وهذيك الملاقاة ديالو بسيدنا الله ينصرو اللي كانت فتح واحد الفال الخير على مدينة القصر الكبير على سكنة مدينة القصر الكبير والحمد لله يتحقق المراد للمدينة إن شاء الله في عين الحاسدين يا ربي اللي كيحسدوا واللي كيغير على المدينة واللي عنده غير على المدينة. أنا أقولها أنت مقطع وعليك أن ترجع للصواب. الله الصواب الله الحب للمدينة وليس كراهية الشعب لأن الشعب هو جزء من الدولة وحنا كنبغيو سيدنا وكنفتخروا به. نصره الله نصره الله وإياداه. آمين. وسر الجري وبركة هذه راني عييت. أستاذ 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 للإخوان ديالنا والأبطال ديالنا خصوصا كاين القصر الكبير والراشد. كذلك تحية للساكنة في مدينة القصر الكبير واللي عنده شي حسن ولا شي حقد عليا كنقول له الله يصلح علينا والله يتجاوز علينا. امين 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 يتجاوز علينا. امين. مفتش المادة الله الله يونس العمري اللي بطبيعة الحال هو الأخ ديالي وبمثابة الأخ ديالي وكان نحييه من هذا الطريق هذا ديال الطريق ديال تنس اليماني في الاتجاه لمدينة القصر الكبير إن شاء الله. وكنخلي لكم الخط الأخ عمر الحيري الله يحفظك أستاذ اللي غادي يبقى معكم شي شوية. الله يحفظك أستاذ. كتعرف أستاذ التجيني اللي غيوغي؟ لا ها؟ سبحان الله أستاذ كيف في المدرسة الطبري. أخيرا كنقول خوتي العقل السليم في الجسم السليم. يا أستاذ نعم أستاذ تبارك الله عليكم وأستودعكم الله والذي لا تضيع ودائعه. والحمد لله هذا فضل من الله والله العظيم تشرفنا مع عظماء مع العظماء الحمد لله المدينة السي الوزاني السي الحجيري. ولكن كما يقال التشبه بالكرام كرامة. وبلا ما نطول عليكم السلام عليكم وتبارك الله عليكم. أخوكم عمر النحيلي. ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلك الجديد. دمتم أحرار والسلام عليكم ورحمة الله.